وخلينا دلوقتي نصبح على زميلتنا هاله الحملاوي ونتعرف منها على اخبار المرور والطقس في العاصمه القاهره وفي باقي المحافظات. صباح الخير عليك يا هاله. صباح الفل يا مصطفى، صباح الفل يا منى، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا. هنبدا جولتنا المروريه حالا وبعدها نظره ملخصه على احوال الطقس. طبعا هنبدا مع بعض احوال المرور من مناطق مختلفه من مصر، وبنبدا من القاهره وتحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركه بدايه من المظلات لحد منطقه وسط البلد. بتستمر الكثافات المتقطعه لو مشينا الطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده، تفضل مكمله معانا لحد ميدان العباسيه ومسجد النور، وبعد كده كثافات قدام جامعة عين شمس بسبب طبعا موعد دخول الطلاب للكليات. نفس الكثافات لو أخذنا طريق شارع الجيش، هنلاحظ إن هناك في كثافات نسبية لحد شارع بورسعيد، بس شوية بشوية في الطريق هتقل الكثافات لحد ما نوصل لمنطقة الظاهر. لو مشينا على كوبري أكتوبر هنلاقي أيضا إن في كثافات بتقل بعد نزلة غمرة في اتجاه مدينة نصر ومحور النصر. أما الاتجاه التاني ففي برضو كثافات ولكنها أقل شوية، بتزيد على غمرة وشارع بورسعيد. ناخد بالنا إن في غلق كلي لشارع الأسمرات بالاتجاه القادم من ميدان رسالة في اتجاه ميدان الخزان، وتحويل الحركة المرورية للقادم من شارع 9 يسلك يمينا في اتجاه شارع أحمد فؤاد نجم وصولا لميدان الخزان، وده هيستمر لمدة شهر. تعالوا نروح دلوقتي مع بعض الجيزة، وفي سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان وعلى كوبري 15 مايو للمتجه لميدان لبنان، وده طبعا بسبب أعمال التوسعة اللي تمت في الكوبري. لكن الاتجاه المعاكس في كثافات مرورية بسبب استمرار أعمال التوسعة، شارع أحمد عرابي القادم من الدائري في سيولة مرورية، ولكن لو رحنا لميدان لبنان متجه لأكتوبر ففي سيولة مرورية مكملة معانا، لكن الطريق العكسي هو القادم من أكتوبر اتجاه ميدان لبنان في كثافات مرورية بتبدأ في آخر 2 كيلو من المحور. لو رحنا بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل ولغاية شارع التحرير هنلاقي إن في كثافات مرورية نسبية، وأيضا كثافات أخرى ظهرت على كوبري الجامعة. في محافظة الإسماعيلية هنلاقي إن طريق عثمان أحمد عثمان الرابط بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش إطلاقاً على حركة السيارات. أما المتجه لشارع بورسعيد ففيه سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد، هنلاقي كمان إن فيه سيولة مرورية كبيرة خاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية. في محافظة سوهاج واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج والطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، لو رحنا الطريق عبد المنعم رياض هنلاقي إن في سيولة مرورية، كمان في كثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، كمان في بعض الكثافات المرورية الغير مؤثرة بس بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة. هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. في شبورة مائية الصبح هتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كمان في فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ونشاط لرياح أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 22، وأعلى درجة حرارة هتكون في سفاجة 27، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 16 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية.